سنود قول سلام. رح نبلش الفلوق انا وياك اليوم. وين نروح هلا؟ نروح نجيب جاد وياد من المدرسه، صح؟ صح؟ يلا. وين جادو؟ يلا تفضل. يلا تفضل. يلا تفضل حياك. عندنا اليوم برنامج حافل، يلا قرب. تفضل. تفضل. هيا. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. باليمين باليمين باليمين. باليمين. السلام عليكم. كيفك؟ وين جادو؟ تفضل. أهلا وسهلا. يلا يلا ويلكم. هون هون لفت. أيوة تفضل على السيارة. يلا أسرع. أيوة يلا على السيارة. تفضل. يلا اطلع. تطلع لحالك تعرف؟ حلو. العيال كبرت. يلا ما شاء الله. يلا قول يا رب. الله بسم الله. هوبا يا زلمة هوبا. سنود خلاص اوكي. يلا هلا بالشباب. هلا والله يحضنك حبيبي. يلا هلا اطلع بالسيارة. هلا عامر مشتاق لك. اه ما عندي. انا كمان. ايش افتح افتح. ليش معايا اغراض؟ يلا تفضل تفضل. الله يعطيك العافية. انتبه. شو كانت اذا في المعركة؟ طبعا يا جماعة احنا انا وعصومي بنتناوب دائما احضار الشباب الطيبة من المدرسة. عصومي الصبح بوصلهم، انا بجيبهم الظهر. مرات الصبح انا حسب مرات يعني. مرات وليد بيجينا. مرات وليد هي مرة واحدة بالحياة يمكن اجي. عفوا بالله يعني من يوم متجوز قصدي. من امتع اللحظات لما برافق الشباب، خاصة ما بيعزموني على الغداء هم مرات. صح؟ احنا ما بنعزمك. انت بتعزمني على الغداء يعني؟ عزينه هيك يعني. بابا. اه بابا كمان لما انت وماما كنتوا تسافروا. اه عصوم كان هيك يسوق بس عند باب المدرسه. عندي سؤال. اه لانه ما كان معاه رخصه. اه كان يسوق هيك. يا تقول عندي سؤال. قول بابا. بابا ليش تاخرت انت؟ والله كنت صليت الظهر وكان الاخ سند بتمشى عشان شوي بطيء. هلا بدي اروح اجيب شويه اغراض لانه اليوم انا ناوي اطبخ لكم طبخه خرافيه. ايجي بابا بدي اقول لكم زي عصوم مكرونه. لا لا صينيه خضار خفيف مع الدجاج بدل ما على عصومي. انا فكرت حيكون معي. تحط سكر. لا 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 هاي مفيده جدا صحيه لانه ماما مريضه تعبانه صار جنبي. وانا يعني خفيف خلصت المره. تعمل جادو. اه يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو طالبنا اليوم هلا؟ 750 سمبوسك خضار. هيدي طالبنا سمبوسك يجيب الاكل؟ خفيف خفيف شكلكم فارطين من الجوع. لانه انت حكيت لي الاكل راح يقعد ساعتين. ولأن طباخ ماهر انا. ماهر شو اخباره؟ يما يما. اه جادو. شو جايب لنا؟ فاجئنا يا زلمه. غريب اليوم غيرين العلبه. اشوف. طب اعطينا طين. ايوه حركات. طب معناته هذا خفيف خفيف قبل ايش؟ الغداء. هات هات طعميله. بسم الله. يا سلام. سمبوسه خضار بحبه. ودع ودع. بسم الله. هات الشباب. تفضلوا يا اخوان. تفضلوا يا شباب. سمبوسه قبل الغداء. نروح نجيب غراض غدا. يلا بدك شاورما؟ شاورما عملك سنين خضار على كيف كيفك. يلا تفضل تفضل. وين رايح حسان؟ السمسمة واحد من الاشياء اللي بدنا اياها للسلطه. يلا حبيبي الله يسلمك يا رب. يا مرحبا. اتفضل 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 كمان. يلا شباب تفضلوا. يلا انتم تهاوشوا مع بعض هلا ما شاء الله. عندك تتذكروا. يلا هيدي يلا تفضل.
احنا خلي سند يختار شو بده نطبخ. شو راح نطبخ؟ طلع ورا سند. حلو بده يطير السند. شو بدنا؟ هيك بنكون شرينا شو يا سند؟ اغراض خضار تبعهم. شو اليوم راح نطبخ انا وياك؟ صينية خضار سندوتش. ها بابا وين جاد؟ وين؟ تعال سند، تعال سند. اصبر، ايش بحكي لي وين؟ سند لا، سند هذا اسمه نعنع. سند نعنع، بدك نعنع؟ نعنع 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 هذا 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 يلي بدو طب هيا ضو ضو. نعم صح ضو مضبوط. تعال 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 انت تعال ضو. يلا باي باي. كم في هاي البايل بصير فيها؟ شباب بعد ساعتين ما حدا صحي. بدي استخدم القبضة الحديدية. أنا يا عصوم. يلا يا أخي بدنا نقوم نعمل نطبخ لماما. عملكم صينية خضار مع دجاج على رايك إيش مرتب. تساعدني ولا تكمل نوم؟ لا لا يلا ها. أكيد؟ كيف صحتك اليوم أنت أحسن؟ الحمد لله. يلا ها ما أترك. يلا أطرف المطبخ. يلا جيت. حبيب القلب يا رب ما يرجع ينام يا رب. ممتاز. يلا يلا عدوا بس شوي هلا بصحيكم حبيبي. أبي ايش في يا اخوان؟ يا معلم ايش في؟ الليلة انا بخرب الدنيا. مالك ايش في ليش؟ الليلة بدي اعمل ايش؟ ريحة البصل. ما بحب البصل. معلم انت كنت نايم عصومي وانا من الصبح قاعد بطارد شايف؟ ليش؟ لأني بدي أعمل وجبة غدا. ما شاء الله تبارك الله. لماما ولكم طبعاً بس يعني ماما عشان هي تعبانة وأنا رجل وفي. الله يحفظك يا ربي. الله يحفظك. أنا من الصبح بطالب بجيب إخوانك من المدرسة. طب أنت شو عرفك إنه هاي الأشياء لازم تنحط بالطبخة؟ معلم أنا ما تعرفني أنا عندي كثير مواهب خفية. طب أنت ابعد عن البصل يا جاد بتفضل تشم ريحتها. شايف هي قطعنا إيش ال هذا راس الزهرة لأنه بنعمل لكم صينية خضار اليوم مع الدجاج. يا سلام. جبت الدجاج وقطعته ونظفته ورتبته هي هناك. هاي الدجاج أخوان. وهلا شوفوا مفاجآتي أنا وأنا شو بعمل لكم الأشياء. هلا هاي راس الزهرة طبعا بده إيش؟ بده غسيل. شايف؟ يا حدي أنت ساعد بابا. هو بس خليه يتفرج علي بس هيك بكفيني. منيح اغسلهم لو سمحت. حاضر. فيها الناقلني تحليب سند حد هون بدها جلي. حاضر. وبيجي عند البطاطا كمان. ايوه ولازم اغسلها غسيل جيد حتى كل شيء يكون الشغل على نظافه. عندنا هون فلفله وجزر وكوسه. نعم طبعا في ناس تحب تحط اشياء ثانيه مكونات ثانيه كل واحد حسب رغبته. وشو؟ شو مين اللي جاي يساعدنا؟ حلو مين اجى بدنا نكمل النوم معنا بالمطبخ؟ في كحله واقع من عينك والله اخوان جنى عشان بابا تعبانه اصرت انها تقوم. الله اكبر. اسمع صدق هذا الكلام انا صحيتها غصبا عنها. نعم صحيح. هلا بدنا نقوم بتقطيع البطاطا طبعا. سيدي وانا هيك سيدي الله عليك بلشت اقطع البطاطا وهاي. طب اسمع في اشاره ان انت قاعد بتشيل نص البطاطا معلش. لا اصلا لا انا هاي عشان انظف انظف. والله مع انه بقول لك مرات انه قشره البطاطا مرات تكون يوزفول. مين هذا اللي بقول لك؟ يوزفول يعني مفيده. مفيده ايوه. شايف؟ الا انه بعض الناس بسمعهم هيك بس لا انا بقشرها باحكام. شوف شوف شايف؟ بنقطع بنقشر البطاطا اول شيء عشان نقطعها شرحات للصينيه طبعا برضه بعد ما نقشرها كمان نرجع ايش؟ نغسلها مرة ثانية ونحطها بين بالصينية. هلا بس نخلص باقي الأشياء. أوكي إخوان بابا هلا حيبلش تقطيع الفليفلة وأنا راح أعمل نسكافيه. تمام؟ شو دخل هذا بالأكل؟
فحد شو اسمه؟ طبعا هيك عملت جهزت كل اللي كل ال الله عليك يا اخوان بيجي يعني ولا شو؟ صناعه النسكافيه الها يعني اسرار حج. نعم مظبوط. يعني انت لازم تحط المي لقدر قدر معين انه اكثر من هيك زين اكثر من هيك بيطلع طعمه مي، اقل من هيك بيطلع كثير ثقيل تمام. فانت لازم تحط بالمقدار شوف هيك هيك بس خلص تزيد شوي بس حسه قليل بس خلص اوكي. هلا انا طبعا سيبكم نشبه معنا هذا بياكل بس بياكل مهمته. انا بمعلوماتي المتواضعه هاي غسلت كل انواع الخضار راح احطها بالصينيه الخضار تمام. بس عشان هيك الدجاج لازم ياخذ وقته بالتتبيله يعني يتشرب التتبيله. فاحنا انت ممكن تجي على جنب شوي ناخذ الاشياء قطع الدجاج هلا هاي تمام ونحطها هون عشان نتبلها تمام. هاي هيك هلا بدنا نحط مجموعه انواع من البهارات تمام. بدنا نحط عليها نص معلقه صغيره تمام حجايه هذا هون نص معلقه صغيره معلش انا عشان من زمان مش طابخ من انواع البهارات المختلفه ما عدا الهيل. بدنا نكتر هيل نحط معلقه هاي مثلا هون باربيكا شو اسمه حاج؟ باربيكا باربيكا على الصوبه طبعا بسموه مثبط شو اسمه. هاي نص معلقه بنشكل هون هلا طبعا رح نستخدم زيت الزيتون. الله اذا شافتك مروه حماد ليه شو في؟ مش عارف هيك حاسس انه لا 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 حاسس قاعد تخبص ما شوف العبره بالنتائج. هلا بس تاكلوها نحط كمان هون فلفل اسمر كمان نص معلقه صغيره عشان ايه يكون كل شيء بمقدار. طلع في طريقه التبهير لحالها يعني قصه ما شاء الله. طيب انت شايفين وين حطيت وزعت الهيل؟ حطيتهم مع بعض ماشي بخلطهم مع بعض بس انه انا اليوم بشتغل قاعد ب ب يعني بمقادير وحسب الحاله. شوي بابا اوكي. وعندنا يا طويل العمر كمان هذا الزنجبيل الناعم كمان بيعطي نكهه كثير طيبه كمان نص معلقه صغيره. يا بابا انت كيف عرفت انه هاي المقادير لازم تنحط هنا؟ انا بدرس دراسه الموضوع اصلا. انت هاي حطيت بمعلقه مش كل ايوه معلقه. هذا مو زنجبيل مفيد لانه اوكي تمام حلو. بابا احنا ما بدنا نشوفنا. اه يا بابا ولو خافوا علي تمام. شايف وعندنا كمان بنحط دارسين مطحون. شو هذا؟ دارسين عكس اللي مش دارسين ساقطين من الامتحان. هذا بهارات طبعا احلاها زي اللي بتشبه القرفه طعمها تقريبا اذا انا مو غلطان. يا رب يطلع غلطان. على كل حال في كم قطعه من الدجاج راح يطلع طعمهم شوي اختلفوا على الثاني. وعندنا هذا الهيل المطحون بدنا نحط عليه ايش كميه اكبر. شايف هون عندنا هون برضه بهارات مشكله. طبعا عندنا الاخ جاد ولا بيعمل ولا شيء عم بيلعب قاعد. خو شوف النسكافيه محلاه يعني ما في ولا اي شيء بهارات بتحطوه زي ما هو تمام. هاي هيك تقريبا احنا بحرنا. طبعا هذا التبهير ما بكفي هيك بده شو يا عصوم؟ ملح. غير هيك بده كمان نحط عليه زيت زيتون. وايش نبدا؟ هون هذا انه عنه شو؟ الهيل مطحون. الهيل قلنا بدنا نحط كمية كبيرة، يعني معلقة كبيرة من هيك، تمام؟ ايوه. مثلا وممكن أكثر من هيك. كمان الهيل لا يمكن أنه يستغنى عنه. هيك احنا كمان عملنا ملح الآن والملح كمان هذا ملح. بنرشرش ملح، طبعا ما بنكتر لأنه الملح يعني بيؤدي لرفع الضغط. احنا بدنا نحط كميه مقبوله اذا الواحد بحب يزيد بعدين. بس يعني لازم هذا لازم كافي كثير. اذا بحب الواحد يزيد بيزيد براحته. الان بدنا نيجي نعمل يا عصوم شو نحط عليه زيت زيتون. بابا نعم لا اسمع كلام عصوم كثير لانه في مره سوينا معكرونه ايش حطيت سكر ولا ملح ما بعرف كثر شيء. ما بتحط ربع معلقة ملح، طلعت المكرونة الأكلة فيش فيها ملح أصلاً. هاي حطينا زيت زيتون يا عصومي. واللي هذا زيت الزيتون فيه بركة. شوف كيف الشغل هلا، هذه التتبيلة اللي عملتها أنا. شايف؟ هلا هيك بنتبل الدجاج بحيث إنه إيش مع زيت الزيتون. بحيث إنه الدجاج يتشرب هاي الأشياء. صار في مسبح زيت زيتون هنا يا إخوان تحس؟ ما شاء الله يا اخوان احنا كان عندنا هلا عندنا صار في للاسف نقص بالزيت عندنا في البلد. زيت زيتون ايوه وهيك بنخليه عصومي هذا ياخذ شويه وقت
ليتشرب الجاج التسبيل ليتشرب الجاج زي ما حكينا اخوان زيت زيتون عندنا هنا خلصنا بدنا تبعثوا لنا شوية زيت زيتون شوية زيت زيتون يا اخوان الحد خلص النص الحياة طبقة الله يسامحك يا عشوم لا يسلم ايديك حاج بس شو الاكل بتشمه سلامتك هلا بدي اقطع الاشياء بدي اقطع الاشياء هون تمام عندنا هون الجزر ليه ما عشرته كمان بدي اشتري اشري انت بتعرف من جنى طول عمرك خبرك تاشير يلا الجزر ورطتها يلا جنى لو سمحتي يلا كله بده يشتغل هلا بعرف اذا هذا ولا لا في هاي كمان بعرف اي وحده استنى ليش اشري الجزر؟ لازم نقشره انا بعرفش بس انا بقشره عشان اكل يعني لا لا حجي حجي انا بلا صح كلامك والله مش قشرته مش حاكل وهيك انا بكون بلشت تقطيع هيك بدنا حجي احنا 10 بطاطات مش ثلاث لا لا بمزح شوف هدول هيك حركات الحج شايف شرحات خفيفه هيك تعطيها ميله خفيفه وانا جنى قاعده شو بتبشر صح بابا بتبشر بتبشر نعم اوكي يا اخوان جنى اشرت سبحان الله عينها بالجزره معلم هيك قطعت لك كل الخضار ما شاء الله والامور الان طيبه هلا بدي افرد هدول قبل ما يكون ايش برضه الجاج خبل شوي جاد شو بدنا نبلش ايش نحط تعال ساعد بابا الخضار يلا ساعد بابا حط الخضار زي ساعد حط الخضار يلا يلا كبير انت كبير يلا يلا هاي هون تمام الله يسعدك يا جاد يسمو ايديك على المساعدة شكرا لا جاد بهجوك المساعدة تبارك الله هاي دول عندنا ايش حلقات بصل خفيف اي حلقة الرابع عشر ماشي يا جماعة طب جاد لو سمحت اغلبك حط ايدك مع ابوك تمام ولا جد بحكي كمان عجي هيك شوية اشياء بصل خد بطاطات خد يلا شكلها تشكيلة على كيفك يا جاد هاي هون كوسة بنحط نحط كوسة يلا بابا تفضل عصومي جناوي هاي هيك جهزنا كل الخضار حطيناهم ماشي يعني منظرهم وهم لسه مش مسخنين ولا مستويين مش يحي صحيح يعني يصير رغيفين خبز نعطيها نعم ليش يعني هيك الزهره على طول بعدها يعني حركه رحنا حطينا شويه هيل زدنا عليها كمان شويه زيت وملح كمان عشان لو نحن هيك من المره بهرنا الدجاج هلا بنبهر وهلا بدنا نحط الدجاجات ايوه نحط دجاجنا على دجاجاتكم ايوه هيك تبلناهم طبعا يا اخوان هاي الفخدة هاي الجزء المفضل لبابا من الدجاجة نعم انا والله كل شيء باكل يعني بس انه اكثر شيء بحب هاي هيها هاي المتبلة الدجاجات المتبلين تعال نحسب كل قطعة لمين جاد لا جنى فيني جنى جنى بابا الله يسامحك هيك يا جماعة الخير بيكون انا حطيت كل الدجاجات هون وهلا بدنا الحركه السحريه بابا الحركه السحريه معروفه هاي تبعتي هيك تمام تمام الان الزيت مع باقي هذا البهار اللي زايد طول كثير طلع يا دوب فيه طلع هذا كمان بنرشه هون لانه يعني زيت زيتون هذا مع البهارات طلع الحركه ايوه ما شاء الله بابا تفتح مطعم ليش بابا راح يخسر من اول يوم ان شاء الله راح يخسر مش ثاني يوم لا نفس اليوم حيخسر هذا بسموها الطاقه السلبيه عصو مجهز لي مي الحين عشان نعمل شاي هلا لا شاي مي بدنا مي لسنين الخضار والدجاج اوكي سخن لي اياها شوي بدنا نحط هون مقدار معين من المي لازم نحط مقدار معين من المي طبعا احنا بنحطه على الصينيه بس هو لان لسه في مازال بهار هون موجود فمستغل موجود البهار بنحط شوية مي هون بنرش على الصينية هلا بعدين بنحط عليها القصدير وهون وسونرا يعني فرن سونرا فرن بعدين بنحطها بالفرن بننطر عليها تستوي من تحت بعدين نقول لكم شو وين
المرحله اللي بعدها راح نروح فيها. يلا خليكم معنا. هيك يا عصوم وهيك اخوان صار عندنا غلفنا الصينيه. طبعا حطينا فيه تحت هنا ورق هذا بسموه شو اسمه ورق طعام ورق زبده او كذا وفوقه قصدير. وبدنا ننتبه من هون عشان ما نمسك القصدير نمسكها منيح بحكمه باحكام عفوا تمام ونحطها بالفروز اللي شغلناه وجاهز هلا. احنا هيك اخذنا صينيه بسم الله. شوف 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 اي ما شاء الله بابا جم والله زين عدت حجك تطبخ. وهلا بدي اعمل لكم طبق رز خفيف عشان يكون هيك يعني جانبي جانبي اللي بيحب ياكل رز ممكن اكل شكلها بالخبز وطبعا شويه مخبلات خفيف جنبها. طبعا بابا ما تعب هلا خلينا نخلص الهاي. ماما ما تمرضي مره ثانيه. لا ليكي صينيه هاي بسموها صينيه وفيه وفيه صينيه كلها حنيه حنيه صينيه للحلوه البهيه رحيه. تحيه اكبر تحيه و... لمروة بهالليلة الشلبية. اوكي السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله كاردشم معدل معدل من يومك. انا انفحت فحت ايه حد هلا بالشيخ. على فكرة اذا بتحب احنا الهاي لها 40 دقيقة على الفرن. لا هي ساعة لازم. شو ساعة؟ ساعة الصينية بتكون ساعة تتحمر من تحت. اه هلا طيب يلا هلا اعطيني دقيقتين وشوف بس كيف. هلا بقول لك 40 دقيقة بدو لي دقيقتين حد ايش؟ ما شو اربع على فكرة صار لها اكثر من ساعة وش بس انت على فكرة مخربط. اوكي يلا يلا. وهي جنى المعدلة اللي غصب عنها بتقوم. معدل ايش؟ انت مركبين اوزوس وكذا. معدل تعديل. اوكي. يا سنود. سنود تعبان مريض هذا صار له هذا كمان شوي. يا داد وين داد؟ اوكي نايم. ولا لا طيب. عصوبي سلطة على كيف كيفك رز ورز على كيف كيفك. طبعا هاي بقى بدها شو اصلا عملناها وصفات صارت لعبتنا الصغيرة هلا بدنا الرئيسي. هلا اهم شيء المين كورس المين المين ديش المين ديش بسموه الطبق الرئيسي. شو المين كورس طيب؟ المين كورس هذا حج بس بالجامعة بالجامعة هذا بيجي. المين ديش هلا انا بدي اوريك الشغل الصح. احكي اياها. شوف 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 بسم الله طلع الله 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 يا حبيبي غيمت الكاميرا. الله 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 شوف بعدين طلعناها حمرناها من فوق. الله عليك بعد ما تحت استوت من تحت هلا حمرناها شلون طلع المنظر طلع. اي ما شاء الله اي ما شاء الله. هلا بدنا نطولها على عصوم. اي ما شاء الله شوف 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 هلا بتنادولي ماما بتقول لها بابا عمل لك احلى صينيه خضار على كيف كيفك بالدجاج بالجيج. عارف كيف؟ بالجيج. وألف صحة وهذا للجميع وما تشوفوا شر و إن شاء الله ربنا يعافي ويشافي. ما بدون ما نصوره بس لازم تحكي لنا رأيها في الهاي. ما بعرف تحكي لنا رأيها ماما. خلاص تحكي لنا على الانستغرام. اوكي يلا. دبري حالك. المهم انه اكيد رح تعجبها لانه مني ايدي الحلوين. طبعا طبعا. عارف كيف؟ طبعا. وسلامات بابا. شكرا لك. طبعا كل الازواج لازم لما تمرض نسوانهم يعملوا لهم طبخات هيك ويرتبوهم. الاجواء يعرف كيف حتى لو عملت لهم بيض وبطاطا المهم انه يعني تمام. شكرا لكم. شكرا اذا وهات الرز يا جاد وباقي السلطه اولادي الجميع اولادي بابا اولادي الكل تفضلوا على الغداء المقدادي من ايدي الحلوين. تفضلوا اهلا وسهلا بالجميع. تفضلوا حياكم الله. تفضل تفضل اشكر لك عصومي. ماما بالله عليك رايك بالاكل بكل صراحه. صراحة صحة 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 يا قلبي أنا بحب الصراحة والوضوح. كيف؟ طيبة صح؟ دقتي أطيب من هيك صينية خضار بحياتك؟ لا لا أبدا صح؟ ولا حد ولا حد دوقي؟ أبدا يعني معقول أطبخ مرة ثانية؟ طولي شغلة صحتين يا تورسون أشكم